فعلا هي انتهى التواصل الثقافي وكذلك بشكل وصالة ذات فيها مناطق مختلفة من المغرب من الشمال الجنوب من أطراف البلاد هذه الانفتاح هو الإشعاعي على المستوى الدولي حيث عرف مجموعة من الأنشطة وبالأخص سأحاول أن أركز على أرشف الاعتقاد بها المركز يعني وأخص يعني إدارة المركز والموظفين والمناسبة يعني أستاذ علوج الإدارة مكتوم وأحمد يعني الرقي ساهم الشعب المركز وفي تأييد على الأوساط الثقافية يعني المحلية والمحلية والوطنية والدولية يعني كانت هناك عدة أنشطة وبالاخص تميز المركز يعني بانشطاء يعني فيها استمرار مثلا نعطيكم مثال ان المركز ذهب على لقاء الشهر وهذا لقاء الشهر كان يستضيف فيه يعني مذيعين مغاربه مغربيين فتح على اصوات داعيه من المغرب واتذكر من الاستاذ علوش حقيقه كان يحضر هذه اللقاءات يعني بعمق الداعي والثقافي الذي اعلنه منذ وكالتي يعني التحولات الثقافيه التي عرفها نوري وارشيد يعني زاخر كذلك كانت هناك كان مركز خليج ابداع انتاج متواصله كان يواكب كل المناسبات كل المناسبات كانت هناك حدث ترشيح سواء يقوم بها المركز او بشراكه مع مجموعه من هنا استحضر الحقيقة أنا بجوز في الجمعيات كبيرة ولكن استحضر الكثير من الجمعيات الفعاليات الثقافية التي كانت تواجه ما نعرفه السوري مثيرا في إعلانها بالنقاش وفي إعلان الساحة الثقافية واستحضر هنا مثلا يعني على مستوى احتفال بالمذيعات المغربية عقد هنا لقاء خاص بتأسيس الفرع المحلي لاتحاد كتلة المغرب كذلك سالما متلقي اقول ان المركز يعني بصراحه تميز بانفتاح انفتاح على الاوساط الثقافيه المحليه جميع التمرات الثقافيه وهذه التمرات الثقافيه تميز بكليه تكامليه باختصار يعني كان هناك حضور موسيقى الفن التشكيل كان هناك كتابة قصصية يعني جميع الأشكال الناس الداعية أشكال التعبيرات الداعية يعني تميز بها المركز والذاكرة اللي في الحقيقة المركز في الأخر تبقى أنك نشكر فيها ولينا كنشكرنا أن هو اللي تميز بجميع الأنشطة رغم أن كان ولكن هذا المركز الإشعاعي وصل إشعاعه وصل إلى العالم وهنا أنا أقول أن ثقافة هنا أقول أن ثقافة القرى يعني كنمشي مثلا تطوان وطنجة وداكشي كنلقاو المراكز المحليين وهذا كنلقاو صعوبة كنلقاو صعوبة حيت يتعرفوا الناس المغربيين ولكن هذا الخليج يعني كيتلاقاو الناس دائما بحكم القرى داكشي فساهم المركز يعني في إذكاء يعني التواصل و يعني إشاعة القرب إشاعة القرب الثقافي كما نقولوا و الحقيقة بالنسبة للحضور اللي حضروا في الإخوان أنا ما كرهتش الإخوان بمناسبة اليوم العالمي مع الأسف هي بدأت اللغة العربية تقريبا المسافة على مستوى التواصل دابا الآن اتاحت إمكانية التواصل كنلاحظ بأن مثلا الشفاء ومرضي مرضي سيئة بقيت تعلم اللغة العربية صباح الخير كنلقى صباح الخير في موقع ديال مرضي مثلا أو كذلك مرضي
عاودي الشعب ديالي الرئاسي على اللغه العربيه في الادارات وفي البرلمان وفي الاداره السياسيه الحقيقه تراجع تراجع هما للاسف من وكان حامل الاستاذ زكي وحدي بابا كان عضو صراحه حتى انتم راكم شفتوا التخيل ديال نذكروا ونفرحوا على محسن الاخرين محسن الاخرين شهيد يعني الثقافة والإبداع المغربي. شكرا لكم. Thank you.